اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره تانية. معانا الفقره التانية فقره فنيه عشان نرفه بقى شويه ونحاول يعني نخلي حالتنا النفسيه كويسه. معانا الاستاذ حنا عيسى فنان تشكيلي، ومعانا الاستاذ كريم كمال مطرب. هنبدا بالاستاذ حنا. اهلا يا استاذ حنا. اهلا بك. هو المفروض حضرتك فنان تشكيلي، تمام؟ مظبوط المعلومه؟ ايوه. طيب ممكن اعرف بقى حضرتك يعني طبيعه شغل حضرتك، وتعلمت ازاي، وبتعمل ايه دلوقتي كفنان تشكيلي؟ كفنان تشكيلي بعمل شغل هو بورتريهات، اللي هي بورتريه عادي، فحم برصاص، الوان، كل انواع البورتريه. كمان دخلت في اللي هو رسم ديكورات على الحيطان، برسم كمان على الارض ونشر الحاجات دي. برضو بقيت اعمل اللي هو رسم لايف، بطلع حفلات بمقلوب، تكون الرسمه مثلا في 3 4 دقايق كتير، ما بزيدش عن كده. لا عايزين نوضح الحته دي، يعني الرسمه انت ترسمها بالمقلوب ولا هي انا الرسمه رسمه، بالمقلوب؟ لا لا، انا رسمه بتدرب عليها في البيت، اه تمام؟ اوكي. يعني مثلا كشخصيه انا بتدرب عليها في البيت، ارسمها ازاي مره 2 3 لغايه ما وقت معين عايز اخلصها فيه، يعني مثلا 3 دقائق بس. فاروح يعني الحفله، يبقى المطلوب في الحفله او في المسابقه يعني لا ايا هو كان. لازم تكون وقت صغير عشان الناس ما تملش، لان لا انا انا برسم قصدي قدام ناس. وقت صغير، ومطلوب ان انت تطلب ترسم الرسمه بالمقلوب تمام. وتطلع هو مظبوطه. المقلوب انا اخترته، انا بحس انها حاجه اصعب، يعني ممكن اعملها بمعدول عادي بس ايوه كمقلوب حاجه اصعب. طبعا اكيد. تمام. طيب حضرتك برضو قلت لي ان حضرتك بدأت تعمل ميك اب زومبي، يا ريت بقى نوضح اصلا القصه دي كلها، وبدأت ازاي والفكره جات لك ازاي. هو انا بحب التنويع، فانا تمام. في فن التشكيل يعني عملت كل حاجه يعتبر، سواء نحت على الجبس، على الحيطان، على البورتريهات، على الوشوش، على كل حاجه اللي عملتها، تمام؟ فكنت عايز حاجه جديده اصعب، فشفت صوره كده على النت عجبتني، فحبيت ادور وكده، فجبت عملت سيرش والكلام ده، فعرفت بتعمل ازاي. فابتديت اعمل فيها من فتره قليله، حوالي مثلا 7 شهور كده او 8. فعملت اول صوره، تاني، تالت، لغايه ما اتمكنت شويه. هي دي بتبقى صورة ولا دي اللي هو حضرتك لو في تصوير، يعني في تصوير وشخصية معينة اللي هي زي ما اشوفها هتتقتل، هتتذبح، مش الاثنين، عارف انا ايه، ممكن اعمل هو فيديو ده اللي حضرتك بتعمله؟ الاثنين، ممكن اعمل فيديو عادي وممكن صوره، يعني ممكن اعمل فيديو وانا اساسا مذبوح او في حاجه في جسمي متقطعه والكلام ده. وممكن تعمله لحد، يعني ممكن في المجال الفني طبعا يعني انا ده اول كتير. شويه عملتهم لنفسي، وبعدين بيجي اجيب اصحابي واعملهم فيهم. يعني قصدي اصل في المجال الفني ده مطلوب يعني في افلام الاكشن والحاجات مظبوط. تمام. طيب عايزين نعرف بقى يا استاذ اكرامي، حضرتك اتفضل. لقيت لنا الاستاذ حنا فين واكتشفته؟ استاذ حنا تواصل عن طريق الشركه مع السيزون، صح كده؟ تمام. كان من فتره قليله جدا، فطبعا وقع عليه الاختيار ان احنا هنختاره معانا في الشغل الجديد، لان احنا كنا عاملين، قلت لك ساعتها، صرخه شهيد، تمام صح كده؟ بالظبط. مسلسل الاختيار، ايوه الاغنيه اللي احنا عملناها من المسلسل، صح كده؟ ايوه متفاجئ، ايوه صح كده؟ مظبوط. ايوه تمام. مظبوط. فالمسلسل كان هيتعمل، الاغنيه كانت هتتعمل كليب، والحمد لله رب العالمين من نجاح الاغنيه هنعملها فيلم، ووقع عليه الاختيار ان هو بقى تبع الشركه، بس هو دلوقتي هيلجا للروتانا عشان روتانا الراعي الرسمي معانا. يعني هو ان شاء الله استاذ حنا هيكون مع حضرتك بعد كده في الشغل، اي حاجه مطلوب فيها اللي هو زي ميك اب الزومبي او الخدعه دي يعني هو اللي هيعملها. هيقوم انت معاك الفريق الاعداد، سجلت انت البيانات تمام. بفريق الاعداد مع حضرتك، بالظبط. تمام. تمام. هيسجل في روتانا نيوز عند الدكتوره منى الحسيني، هي هتخلص لك كل الاوراق. تمام. هيتعرض علينا كل حاجه، هتتم الموافقه. هو طبعا يا استاذ اكرامي ما دام حضرتك يعني اخترته ووقع عليه الاختيار، هو فاكيد خلاص، هو بس ان شاء دي الله تمام يعني. اجراءات سيستم، تمام، فلازم بيتم بس. لا انا قصدي ان هو اكيد يستاهل يعني كفء، لا يعني لا انت هو اكيد شفت كفاءة، أنا شغله شفته. واكيد لا لا عارف. جات لنا الوكالة بتاعتنا من بره، من الكويت، يعني أنا انبهرت بيه، فعشان انا كده أنا شفت كان مسكته. في فيديو ليه فعلا لما كان كده كنت بتخيط نفسك تقريبا. انا شفتها اتخضيت الاول وبعدين بدات اركز، اللي هو انا كنت بحسبها بجد يعني، فاهم؟ فلا ربنا يوفقك ان شاء الله. هو كمان الدم أنا مش بشتريه، الدم ايوه انا والحاجات كنت دي. لسه هسالك، الحاجات بقى اللي بتستعملها دي حضرتك بتجيبها منين اصلا؟ لا دي أنا بعملها، بتعملها كلها بالكامل؟ بالكامل من اولها لاخرها. طب ده حلو يا استاذ اكرام، ما يعني قلت لك احنا هياخد الموضوع كله من الوكاله اوله. اتصلت بينا مسكت فيه، كانت عايزه تاخده. ما هو ده كده حلو، هو بيعمل الخدعه وهو اللي بيعمل الادوات اللي ده جميل. هيستعملها، يعني مش تحتاج حاجه لا من لا بره ده خلاص. جميل، عشان كده احنا مسكنا فيه. طيب وفي بعض صور يا استاذ حنا يعني هستاذنكم نعرضها ونرجع نكمل كلامنا. تمام ماشي. اهي دي بنت اختي، انت عملت فيها ايه بقى؟ اشرح لنا كده كل صوره بعد اذنك. شلت رقبتها خالص، يعني انت ركزي شويه، كمان هتلاقي عند الرقبه 3D، يعني مش جهه واحده، يعني في ناس فاكره ان انا حاطط الستاره على الرقبه. هي دي. انا مش حاطط الستاره، يعني انت هتلاقي الرقبه 3D مدوره، وباين ان في النص متشاله خالص. دي كده كصوره صح؟ انت كنت عامل فيها ايه بقى في الحقيقه؟ هي كده الخدعه بقى عندنا. الخدعه عندك انت، ماشي. ودي فتح جرح قطعي صح؟ ده انت
مش انت؟ لا ده انا. وانت برضو نفس الجرح القطعي ده. ايه؟ كنز. كنز كله. ده اللي طالع منه نص مش كله يعني، مش لازم يعني. يعني بس مش عايزه اقول لك انتوا ينفعكم في الاكشن قوي. لا انت جامد جامد. وايه دي بقى؟ لقيت نفسي زهقان فشلت كل حاجه فيا. دي عيني. بص دي. دي العين؟ لا اله الا الله. في شريان بس لسه قاعد ما رضتش اقطعها. دي كانت اخر صوره معانا والحمد لله. يعني انت شغلك ما شاء الله بس مخيف جدا. في اصعب كمان بس يعني. ومخيف قوي يا جماعه، يعني يا ريت لو في اطفال ما يتفرجوش. طيب يعني حضرتك حابب بقى الموضوع ده، يعني حضرتك هتكمل في القصه دي وهسيب بقى الفن التشكيلي ولا هتكمل في الاثنين مع بعض؟ يعني طبعا هكمل، دي مؤسسه كرامي والفن التشكيلي ده يعني حاجه بعملها، يعني هتفضل مكمل ان شاء الله. تمام. لا بالتوفيق يا رب دايما ان شاء الله. شكرا. استاذ كريم بقى شرفت ونورت. حضرتك بتغني؟ طبعا. ممكن اعرف بس حضرتك سنك قد ايه؟ سني 21 سنه. بتغني بقى من امتى؟ بغني بقالي 9 سنين. 9 سنين. كنت يعني غنيت في حاجه قبل كده ولا كنت بتغني مع نفسك او وسط الاصدقاء والاهل وكده؟ وسط الاصدقاء والاهل وكده. طب امال حضرتك شرفتنا النهارده ازاي او وصلت للاستاذ اكرامي ازاي؟ والله هو انا وصلت للاستاذ اكرامي على طريق منطقه محترمه واستردني حضرته، وحضرته ما سابنيش، هو اخذني معاه فضل واقف جنبي لغايه الان. توفيق يا رب وان شاء الله نشوف لك حاجات قريب باذن الله. هتسمعنا ايه النهارده؟ سمعكوا حاجه حلوه. طب اتفضل. على نسيت شارع ايامي ساكن محزاني في بيت قدام مني ساكنة ألامي وأنا والوجع الحيط في الحيط عذاب تملي واقف على الباب وجرح ياما من الأحباب بتخبط على قلبي ليلاتي على نصيد شارع أيامي ساكن محزاني في بيت أنا اللي عايش من غير روح واسمي من الأفراح ممسوح شباكي في الأحزان مفتوح بيطل على بحر الأوهام في عليا بميت ترباس هربا من الدنيا ومن الناس طول عمري مش مبنى على اساس لو ابني دور في الراحة وانام تعبت من الحياة ومليت ناقصني يومين واكون طقيت تعبت من الحياة ومليت ناقصني يومين واكون طقيت بحاول اضحك بضحكة وانا عايش لوحدي ببيت. الله شكرا. حلو جدا. انت قلت لي حضرتك بدات تغني من امتى؟ من 9 سنين. من 9 سنين. في حد بيشجعك بقى كان؟ البيت يعني؟ اخويا الكبير واخواتي البنات. غنيت في افراح حد بقى في العيله كده؟ في افراح ياما، حفلات ياما. حضرتك منين بقى اصلا؟ اسكندريه. طب وناوي تكمل في المجال ولا؟ لا ناوي اكمل، بحلم وحلمي طول عمري ان انا بقى مطرب شعبي. بحب طبعا الاستاذ اكرامي برده بيشجع ال لا هو استاذ اكرامي حضرته من صراحه يعني هو مش سايب حد. ايوه فعلا الاستاذ اكرامي حد جدع ومحترم جدا. بس انا عايزه اوصيك وصيه اهو. شوف احنا من الاول بادين مع بعض اهو. يعني انا ما عنديش اي مشكله خالص في الغنى الشعبي، بس دايما زي كده اختار الكلمه، الكلمه اللي ينفع كل البيت يسمعها. يعني حضرتك فاهمني، مفيش مشكله عندي لا في غنى شعبي ولا في مهرجان ولا في اي حاجه. كلمه حلوه، لحن حلو، نسمعه مفيش اي مشكله. فدي عايزه اشوفك برضو لما نتقابل ان شاء الله المره الجايه بعد ما تكون بقى عملت كذا البوم كله يبقى على نفس المستوى ده ان شاء الله باذن الله. استاذ اكرامي حابب تقول لنا ايه بقى عن الموهبه دي؟ هو كريم جميل جدا. انا فوجئت بكريم من روتانا، لقيتها بتصل بيا بعتت لي كريم، فكريم جالي سمعت صوته فقلت
قلت له اوكي ماشي يا كريم، سيبناه في الانتظار شويه، احنا لازم عندنا كده، فبندي فتره اختبار. جت روتانا قالت لي طب انا عايزه اشيل تكاليفه. قلت لها العمليه مش عمليه تكاليف، احنا ممكن نعمل له كل حاجه، بس احنا عندنا ازاي نطلع المطرب في وقت معين نقدر نعمل الاغنيه ونقدر نختار الوقت المناسب ان احنا نظهره فيه. برافو عليك. المهم طبعا فعلا جه خلناه تحت الاختبار، حاجات بسيطه جدا اللي كانت في الصوت بتاعه ظبطناها وتمام، وان شاء الله باذن الله هينزل له البوم باذن واحد احد ان شاء الله عن طريق روتانا والسبكي من عنده في اسكندريه برضه، فرع بتاعنا في روتانا في اسكندريه اللي انت روحته بتاع الدكتوره منى الحسين. ان شاء الله باذن الله في 2021 باذن الله هينزل له البوم باذن واحد احد ان شاء الله باذن الله. يعني انا بشكر حضرتك جدا على تبانيك الوهج، وصراحه كل حد بيشكر في ذوق حضرتك وكرم اخلاقك ما يعلم، وربنا يوفقه ان شاء الله. وزي ما اتفقنا ان شاء الله انتوا الاثنين اشوفكم الحلقه اللي جايه تكونوا باذن الله اشتغلتوا بقى افلام وحاجات مع الاستاذ اكرامي باذن الله. في اي حاجه ثانيه ممكن نسمعها؟ في طول عمري جنب الحيط عايش وراضي، لما تريد تخبيط وبقول ده عادي، في الفرح لسه مجاش يومي ومعادي، في الدنيا رحت وجيت وطلعت عالفاضي، انا فوق كتاب في موم بتهد حيلي، حزني بسيب واقوم بلقاه يجيلي، ظهري اتقسم نصين من طول شيلي، وفي شدة الغاليين نكرين جميلي كتر الوجع. اتفضل اطلع فاصل ونرجع تاني. نطلع فاصل ونرجع تاني اعزائي المشاهدين. ايوه جميل. أعزائي المشاهدين ونكمل فقرتنا مع الأستاذ حنة والأستاذ كريم. أستاذ كريم قبل ما نطلع الفاصل كنت طلبت من حضرتك أغنية بقى لحد من حبايبنا القدام اللي حضرتك حافظ لهم أي حاجة. محمد روزدي مثلا نغني له حاجة صغيرة كده. خلاص ماشي اتفضل. ده مثل يا مصدق الايام الدنيا تطلع ايه، هو تسوى كام ده مثل مين يا مصدق الايام الدنيا تطلع ايه، هو تسوى كام. جميل جدا ما شاء الله. طب استاذ اكرامي بقى اتفضل. عايز اسال بقى حضرتك بالنسبه للاستاذ حنة وللاستاذ كريم، واكيد في شباب كتير برضو عندهم مواهب مماثله او مواهب تانية، عايزين بقى نوضح لهم بالظبط ازاي يقدروا يتواصلوا مع حضرتك عشان يقدروا يوصلوا لحضرتك زي حنة وكريم. تمام. هو احنا بنبقى عاملين سيزون للتقديم، طبعا احنا ما نقدرش نقبل الدفعات دي كلها اكيد، لان الكميه كبيره جدا، كميه المطربين مع الفنانين، بس اللي بنحتاجه اكتر المطربين اكيد، فبيتم التعاقد معاهم او الاستمارات الابلكيشن بتاعكم مع روتانا، روتانا بتبعت لنا الحاجات دي كلها، بيتم اداره السيستم الشركه، بنحاول نوقع عليهم الاختيار. تمام. بنبتدي بقى نرسلهم ونجيبهم عندنا. لا انا قصدي من البدايه هم بيتواصلوا فين
على الفيسبوك ولا بيعملوا ايه؟ اه بيتواصلوا على الصفحات بتاعتنا، عندنا صفحات بيجي والصفحات بتاعتنا الشخصيه. طب صفحات ايه بتاعت روتانا بقى ولا بتاعت؟ اه روتانا واكرام السبكي، وفي صفحه بيجي السبكي وروتانا. دي اكبر صفحه بيجي خاصه بينا بالموهوبين كلهم، هي دي الموهوبين يبعتوا عليها، وحضرتك او الوكاله يعني بتعملوا لهم استمارات. الله ينور عليكي، بيتم على طول الارسال لينا. تمام، وبعد كده بيتم ايه، تصفيه ولا بتاخدوا كلهم؟ اه بيتم بقى الاختيار بتاعهم، بنحاول نجيبهم، نختار اصواتهم جميله جدا، بنحطهم تحت التدريب معانا تاني. بعد كده بنعمل سيزون، قصه كبيره كده، بنعمل سيزون، بعد كده نختار منهم تاني، بعد كده احنا بقى نقوم بكل التكاليف بالسفر والانتاج. اللي هو الاختيار اللي هيتم عليهم الاختيار الاخير، حضرتك بتعمل لهم الانتاج الالبوم بتاعهم. ايوه برافو عليك. يعني احنا دلوقتي نقدر نقول ان اي حد عنده موهبه يقدر يبعت على الصفحه بتاعت اكرامي السبكي، الاكونت العادي او الصفحه البيج اللي هي بتاعت السبكي وروتانا، يا اما على الاكونت بتاع حضرتك مباشره، يا اما على الصفحه اكرامي وروتانا او السبكي وروتانا. برافو عليك. بيبعتوا في الاول وبعدين بتشوفوا مواهبهم، تعملوا لهم استمارات، تعملوا لهم تصفيه، اللي هيقع عليهم الاختيار بيتم انتاج البوم ليهم. جميل. طيب تمام، يعني انا بتمنى لكم كل الخير والتوفيق ان شاء الله. واتمنى ان المره الجايه فعلا لما نتقابل يكون حضرتك اشوفك انت اللي عملت الخدع لفيلم او مسلسل او اي حاجه من انتاج الاستاذ السبكي ان شاء الله. وان شاء الله نشوف اغاني او البوم قريب للاستاذ كريم. طيب يا استاذ اكرامي، حضرتك كنت كلمتنا عن مفاجاه النهارده. النهارده ان شاء الله باذن الله احنا عاملين مفاجاه، الاوبريت بتاع ايدي في ايدك، دي اوبريت وطني. تمام، هنقدمه ان شاء الله باذن الله في اخر البرنامج، هنقول بقى المطربين وهنقول اللي اشترك بالعمل وكل حاجه عنه. طيب ما احنا عايزين نعرف كل حاجه عنه. طيب اوكي ماشي. الاوبريت ده كان الفنانه ناديه مصطفى، احمد جوهر، نوح حافظ، اسار علي، يحيى عرائي، ده اهداء من الملحن هاني عدلي قنوش والسبكي وروتانا. تمام، ده اهداء للشعب المصري وشعب مصر الجميل ومصر بالاجماع. وانا نيابه عن الشعب المصري بشكر حضراتكم جدا، ان اي عمل وطني، يعني انا بجد شايفه الفتره دي مفروض نكثف الاغاني الوطنيه والاعمال الوطنيه عشان الاطفال الصغيرين اللي ما يعرفوش حاجه عن الاحداث القديمه او حتى اللي من قريب، ما هم مش متابعين. يعني احنا زي ما شفنا في رمضان اللي فات مسلسل الاختيار اكتر اللي متابعينه الاطفال ومتاثرين بيه. يعني انا حتى عندي الولاد ماشيين يعملوا ضباط في البيت، بنات واولاد عادي. ففعلا الاعمال دي مؤثره وبتنمي عندهم الانتماء اللي هو مش موجود دلوقتي، يعني قل نتيجه ان الاعمال دي فعلا قلت في فتره ما. يعني نادر جدا فعلا لما نكون كده. ما كملتش لحضرتك الكلمات، كلمات الاستاذ ابراهيم بهيج والاستاذه امي عاشور، التوزيع الموسيقي هيثم شحاته، وبرجع وبقول تاني اهداء من الملحن هاني عدلي قنوش، وكاله روتانا نيوز شركه اكرام السبكي. ميرسي على الاهداء الجميل ده. يا ترى استاذ الاوبريت جاهز معانا؟ مش جاهز؟ طيب هو لسه الاوبريت اوكي، مفيش اي مشكله، نخليها عادي في الايام يعني في العرض. طب حضرتك بقى تحب تقول ايه للموهبتين اللي معانا دول؟ ان شاء الله باذن الله احنا خلاص تعاقدنا مع كريم وحنا باذن واحد احد يعني ان شاء الله. يعني تم التعاقد معاهم خلاص. احنا مستنيين بس نخلص الموافقات بتاعتنا عشان نبتدي الشغل. والاوبريت اوكي، اتفضل يا استاذ اكرام. الحمد لله رب العالمين، تم التعاقد معاهم، احنا منتظرين بس الاجراءات والورق بس يخلص وهنبتدي شغل باذن واحد احد ان شاء الله. ان شاء الله نشوف اسمكم منور الفتره اللي جايه مع شركه السبكي ان شاء الله. وهو دلوقتي الاوبريت بتاعنا جاهز، وانا نيابه عن الشعب المصري بشكر حضرتك جدا على الاهداء دوت، ومنتظرين مزيد من الاعمال الوطنيه اللي احنا محتاجين نسمعها ونفهمها واطفالنا محتاجينها اكتر يا استاذ اكرام. ان شاء الله ان شاء الله يا فندم. تعالوا معانا نشوف الاوبريت. أنا هسيبكم دلوقتي أعزائي المشاهدين مع الأوبريت، ونتقابل الحلقة الجاية بإذن الله في برنامج كوليكشن. باي باي.